بدينا نشوف الموبيلتي تقريبا الاسمان اللي يصير كلش عالي. فذلك كان زين. احنا بالنسبه لنا الاوبيسيتي واحده من اهم المشاكل اللي نواجهها في الهيلث كير سيستم خلال هاي الفتره من الوقت. الاوبيسيتي حتى نعرفها هي عباره عن البادي ماس اندكس من يعقل 30 كي جي بير متر مربع. من عقل 30 قلنا انه احنا اوبيس، وشنو البادي ماس اندكس؟ هو الويت مقسمين على مربع الطول، يعني اللي وزنه 60 طوله 170 سنتيم نحسب له البادي ماس اندكس شو يقول؟ يقول 60 على 1.7 تربيع او 60 تقسيم 1.7 ونرجع نقسمها مره ثانيه. واضح شلون اسوي البادي ماس اندكس؟ هسه اريد كل واحد من عندكم يحسب لي البادي ماس اندكس مالته. ومن تمر عليكم ما اخذ الحضور انا ما راح اسجل الحضور، بس سجلون مثلا رقم واحد هل كان البادي ماس اندكس بدون اسماء تجنبا للفضايح يعني. طيب حتى بس نسوي سيرفي نشوف كنتوا اعمار العشرينات ايش قد البادي ماس اندكس مالتكم؟ حسبوا لي اياه هسه. الوزن قسموا لي اياه على مربع الطول. انتوا حتى اسالكم ما ترفعون الطول قسموا على الطول مرتين. يعني طولك وزنك 60 قسم على 1.7 ارجع قسم على 1.7 مرتين. هذا اوبيس جاي واحنا الشلتر اللي هم اوبيس شلتر دوني ما اقدر اشتغل يعني
حالي الاندر ويت، يعني هو مو احسن من عندك، هذا مو صحه انه عندك كرش وعندك خدود وغيرها، هذا بالعكس هذا شنو؟ اوبيس جاير. بالعراق عندنا 12% من الجلدرين اللي عمرهم جوا الخمس سنين هم ايش فيهم؟ اوبيس جاير. واحده من اكثر المشاكل اللي نشوفها بالصيدليه انه الام تيجي شو تقول ابن ايش فيه؟ ايش فيه؟ زين هو الحركه مالته ونشاطه طبيعي، زين هو عمره سنتين ايش ما في؟ والله الصبح الحين نص في انا ودي اشتغل وين ما قوي وياه. يعني ايش ناقصه بعد حتى ياكل؟ فاحنا بالنسبة لنا اكو عندنا مس كونسبشن انه السمن شنو؟ صحة. بالعكس هاي المشكلة لازم احنا نوقف عندها ونحكي. دول الشلدرنز اللي هم اوفر ويت من راح يكبرون راح تلقى انه الريسك اوف اوبستي شو تكون عندهم؟ اعلى من كذا. هاي نقطة كلش مهمة لازم نتقرب فانا من نتعامل ويا الامهات اللي يجون بالصيدلية حتى يريدون فد مشكي او غيره الافضل. ليش تصير عندنا الاوبيزيتي؟ شو تقولوا؟ لا تستاهل شيء بعد. الاكل والجواب ايش فينا احنا الاكل والجواب والهوايه خلت حركه. الفكره هي احنا عندنا الباس بين الانرجي اكسبنشر والانرجي ايش فيها؟ الانتيك يعني اللي تاخذها واللي تصرف. طبعا كل وحده من عندنا لها اسبابها الخاصه بس كملخص قالوا انه الانرجي انتيك تتاثر بايش؟ بالانفايرمنت فاكتورز. يعني انت هاي السوشيال هابتس مالتك الانفايرمنت وغيرها هي تاثر وين؟ على الانتيك. قلنا له بالانتيك اكو مجموعه نيورو ترانسميترز بالسيانترال نيرفس سيستم هي تاثر عليها راح نحكي عليها بعدين. في حين الشغلات اللي لها علاقه بالانرجي اكسبنشر بالاضافه لللايف ستايل عندنا الميتابوليزم والجينيتيك فاكتورز، الجينيتيك فاكتورز هي تاثر وين؟ تاثر على الميتابوليزم، فلهذا نلقى واحد الصبح يتريق باكر، العشاء يتغير ياكل يتغدى اي شيء يعجبه، يتعشى اي شيء يعجبه، بالنهايه وش بيه وزنه؟ ما يزيد، وصاحبه اللي طالع وياه بنفس الطلعه مجرد انه شرب رجع للبيت يقدر يروح زاد وزنه. فاحنا هنا الفكره وعندنا فرق بالميتابوليزم بين البيرسون، هذا الفرق بالميتابوليزم بياثر وين؟ على الانرجي اكسبنشر وبالتالي ممكن يسوي لنا الاوفر ويت والاوبيزيتي. هاي نقطة كلش مهمة نحطها ببالنا، مو بس الميتابوليزم الريت اللي يصير ما بين انه انت الفود انتيك والخزن مالك. اكو بيشنتس او بيرسز انه هم ورا ما ياكلون بسرعة سرعتهم ميتابوليزم يحرقون يحولون الاكل الى طاقة. اكو لا راسا ينخف وينخزن وبالتالي انت ما راح تستفاد من عنده طاقه في الفتره القريبه وراح ينخزن مره على مره الى جلايكوجين وفاز والى اخره. هاي واضحه الفكره؟ فهي كومبلكس كونديشنز لها علاقه بالجينيتك وبالبيش بالانفايرمنت. الحل هسه احنا مو واضح انه الانرجي انتيك اللي تتاثر على الاوبيزيتي او على الويت هي لها علاقه بالتوتال كالوري لو بالتايب اوف ذا مايكرو ناخذ. سامعين بانواع اكو حميات انواع عندها كل شيء هواي قدام، من ضمنها اكو حميه اتكنز سامعين بها لو لا. اتكنز دايت جت فتره انتشرت بها الى ان توفى اتكنز قبل فتره. اتكنز شو يقول؟ يقول انه الكربوهيدرات هي السبب الاساسي انه الواحد يصير عنده اوفر ويت واوبيزيتي. فكان الدايت مالته شو تقول؟ تقول لو كربوهيدرات دايت وهاي بروتين دايت. ومشى عند الكتابه الفه ومشى فتره طويله. اكو ناس تقول لا انه الكوز هو شنو هو؟ هو الفات. ليش الفات؟ يقول لك الفات اول شيء هي مور دنس انرجي، يعني فيها انرجي ضعف الانرجي الموجوده وهي في الكربوهيدرات. والشغله الثانيه انه الفات هي ايزلي تو ستور، يعني اول ما ياخذها الجسم الستورج ماله شو يكون؟ ايزي. فعلى الاساس قالوا نروح نبلش بلو فات دايت زيت البروتين. احنا بالنهايه نجي نباوع كلها كلها نظريات، احنا نمشي على شنو؟ على التوتال كالوري سواء في الفات او في البروتينز او في الفات. ليش احنا بالنسبه لنا الاوبيزيتي خطيره؟ احنا قلنا انه بنحكي على 30% من البوبيليشن هم اوبيز. الاوبيز بيشنت عنده هاير ريسك for developing cardiovascular disease, for developing diabetes,
Border belonging at Kansas. And Kansas is that بال عدد occupation the colon cancer, the cancer, so هاي كلها تتأثر وين؟ تسوي health burden على society اللي احنا موجودين. أمريكا بال 2008 صار 540 مليار دولار direct cost على شنو؟ For the treatment of the obesity. 140 مليار يعني قد ميزانية العراق كلها، ثم صار فيها شنو؟ هاي بس دايركت كوست، يعني دول الاوبيس بيشنت هل بدنا نصرف عليهم فلوس حتى يقللون وزنهم من عدد الدايركت كوست اللي هي شنو الدايركت كوست؟ يعني هذا البيشنت اوبيس صار عنده هارت فيلير، صار عنده مايوكارديال انفاركشن، احتاج انه يدخل للمستشفى، صرفنا فلوس على المايوكارديال انفاركشن اللي هي كان سبب الاول منه هو الاوبيسيتي. ودكتور ضياف المحاضره اللي راحت انطاكم قال لكم انه عندنا 3 major causes of death اللي كان cardiovascular والسكوت والCOPD كان شنو السموكينج هو leading cause الاوبيزيتي هم هي leading cause واصلا far exceed the risk مال السموكينج in such patients. فاحنا قاعدين نصرف فلوس على الاوبيز patients. الاوبيز patients راح تشوف المشاكل اللي راح يعانيها من عدم healthy consequences وغيرها، الانتاجيه مالته بالمجتمع هي اقل، فهو تتأثر الاوبيزيتي على كل الاسبكتس اوف هيز لايف. هاي كان بدنا نحكي على ادلتس، بس من نحكي على تشلدرن اكو شغلات كلش تهمني اللي هي شنو هي المينتال سايكولوجيكال افكتس اوف الاوبيزيتي على هذا البيشنت. الاوبيز جاي دائما بالمدرسه هو شنو؟ يضحكون عليه ومحط سفريه وغيرها من الاشياء، فهاي كلها راح تاثر وين عندك نيجاتيف سايكولوجيكال امباكت فور ذا تشلدرن. هاي هم لازم انه احنا نحطها ببالنا. بنجي احنا نسوي ميجرمنت ونقول هذا بيشنت اوبيز وهذا بيشنت مو اوبيز، على شنو نعتمد؟ اول شيء قاعد نعتمد على البادي ماس اندكس اللي انتم حسبتوها صح؟ بس البادي ماس اندكس الاعمار اللي جوا الثلاث سنين ما نقدر ناخذ لها بعين الاعتبار، نعتمد انك تحسب بيرسنتايل وغيرها وما غطينا فيها بالمحاضره. فاللي جوا الثلاث سنين ما نقدر نحسب لها البادي ماس اندكس. الشغله الثانيه انه البادي ماس اندكس يعطينا جنرال انفورميشن على الفات ديستريبيوشن. ما راح يركز لنا على الفات اللي موجوده بالابدومين. الابدومينال فات اللي هو الكرش هذا هو عنده هاير ريسك فور ديزيزز ذان اذر تايبس اوف ذا فات اللي يسوونه انسولين ريزيستنت وغيره تايب 2 ديابيتس. فاحنا بالنسبه لنا ما نقدر نستخدم البادي ماس اندكس حتى يعطينا فكره على ايش عندنا ابدومينال فات. نقطه مهمه لاعمار فوق ال 65 سنه الديستريبيوشن اوف ذا ماسلز تو ذا فات راح يختلف. مو نفس الديستريبيوشن اللي هو فور يندر ايج. فنلقى في اعمارهم 65 سنه يجوز البادي ماس اندكس مالته جوا ال 22 او 22 او 21 نعتبره هذا اندر ويت. وجزء واصل 27 و 28 نعتبره شنو؟ نورمال. ليش؟ لان الديستربيوشن اوف ذا فاتس تو ذا ماسك يختلف. دول البيشنت اللي هم فيري ماسكولار بيشنت دول اللي يكون حديد وغيره تتوقعون البادي ماس اندكس مالته يصير عالي ولا قليل؟ عالي. ليش عالي؟ المسل هي الويت مال ايش فيها؟ اعلى من المسل اعلى من الوزن مال الفات. فالبادي ماس اندكس ممكن تلقاه هو هيلثي بيرسون بس من نحسب البادي ماس اندكس تلقاه 30 31 32 رغم انه هو نورمال ليش؟ المسل مالته كلش كبيره. فما نقدر نحسب البادي ماس اندكس. الهيت كيس هذا شلون نعرف هذا البيشنت هو بيز لو لا؟ ايش نحسب؟ نحسب الويت سيركمفيرنس يقيسون القصر ايش قد عرض القصر. هذا عرض القصر بيجي فيه من الكيسات اللي احنا عندنا فيها الفالت ومصر ديستريبيوشن هو اتيبيكال مو مثل نورمال بيرسون. هاي وحده. الشغله الثانيه لما احنا نريد نعرف الابدومينال فالت اللي موجوده ايش قد تسوي لنا ريسك فشو يحسبون؟ الويت سيركمفيرنس. الحسابات مالته بالغالب جماعتنا يحسبوها خطا، منين يحسبوها؟ من الناراوند اريا اوف ذا ويست، المفروض منين تحسبها؟ الراوند بيل يعني من الصره وتحسب داير. فعلى هالاساس هاي الحسابات الصحيحه اللي تحسب فيها الوزن، يقول لك اذا انت فوق ال 104 و 102 سنتيمتر بالنسبه لل 100 والفيميل تختلف. موجوده عندكم تفصيلاتها بالمحاضره.
لهنا انا قبل ما نبلش بالمانجمنت لازم نركز على كم شغله نسويها صح. البريفلنس مال الاوبيزيتي كلش كبير بالعراق. الاوبيزيتي هي فيري هاي ريسك فور ديفلوبينج ديزيزز وهي ليدنج كوز اوف مورتاليتي وموربيديتي. احنا اللي نصرف كلش فلوس هوايه ونكلفنا كوست عاليه حتى نسوي تريتمنت فور اوبيز بيشنت. الاوبيز بيشنت راح خصوصا التشلدرن راح تنعكس كمينتال وسايكولوجيكال افكتس عليه. حتى نقيس احنا نسوي دايكنوزز ونسوي فولو اب للبيشنت نقيس شغلتين البادي ماس اندكس وشنو والويسترن افكتس. ما راح نطبع على المانجمنت عندنا مشكله كلش كبيره نشوفها بالمانجمنت اوف ذا بيشنت. المشكله تتلخص كالتالي انه احنا نظرتنا للاوبيز بيشنت انه هو شنو هو ليزي بيشنت. يعني يقول لي انت ليش ما تخفف وزنك؟ ليش ما تخلي اكلك؟ تظل شنو؟ تتهم اتهامات في حين في الحقيقه احنا ما نعرف هي الاشياء او الظروف اللي هو دا يعاني. اذا هي الجينيتك فاكتور تتاثر وما هي علاقه بوايد شغله. فاول شغله لازم انت ديفلوب ريسبكت وكومباشن للبيشنت اللي يجوك وين؟ للصيدلي. ها شغله كلش مهمه. الشغله الثانيه انه انت تتوقف عن النيجاتيف اسامبشنز انه هذا بيشنت ليزي، هذا بيشنت ما يتعب روحه، هذا بيشنت ما اعرف ايش، ما يمارس رياضه، ها لازم نتوقف عليها حتى البيشنت يحس روحه كومفورتبل ويبدي مره على مره يبدي يراجعك ويستمر في العلاج. اهم سبب بالتريتمنت فيلير اوف يور اوبيز بيشنت انه هو ما عنده كومبلاينس. اول شهر شهرين استمر وبعدين قطع وما كمل. فاحنا بالنسبه لنا عرفنا انه البيشنت راح يجينا للصيدليه راح نبلش بالتريتمنت الاساسيه. التريتمنت مينلي لازم تكون لايف ستايل موديفيكيشن. مينلي انت كورنر ستون تريتمنت مالتك شنو لايف ستايل موديفيكيشن. فاحنا اول ما يجي البيشنت لازم نحط قدامنا هدف. الهدف مالنا وديزايرد اوتكم يتلخص كالتالي. تبلش بلايف ستايل موديفيكيشن لازم اول شيء تحط ببالك انه تفقد 10% من الويت خلال ايش قد؟ خلال اول ست اشهر. طبعا 10% من الوقت خلينا نفرض اللي وزنه 100 يعني ايش قد؟ 10 كيلو. خلال ست اشهر يجوز اكو ناس تشوفها قليله بس هي بالعكس هي رقم كلش عالي. ورا ما يفقد ال 10% من الوقت خلال ست اشهر لازم يحافظ على هذا الوزن مالته مينتين ذا ويت لوس. ورا هنفكر بالخطوه الثالثه انه احنا نريد نفقد بعد وزن اكثر ورا المينتنس لو لا، اذا نريد نفقد وزن اكثر نمشي بنفس الخطوات السابقه ويستمر عندنا الويت لوس. والنقطه الرابعه انه احنا لازم نمنع ريجيننج اوف ذا ويت ورا. فهذا صار عندنا هدف واضح، لازم البيشنت مالتك يعرف انت شنو الهدف مالتك من التريتمنت، تفقد 10% في 6 اشهر وتحافظ على هذا 10%. شلون راح نفقد ال 10%؟ اول شيء واهم شيء هي النان فارماكولوجيكال ثيرابي. اذا النان فارماكولوجيكال ثيرابي البيشنت ما التزم فيها يعني التريتمنت كلش راح يصير فيه. اللي يريد يقلل وزنه اول شيء بيش يبدي بالدايت. الدايت احنا قلنا ما راح نطلب بالتفاصيل انه احنا نقلل كربوهيدرات او فات، احنا راح نخلي شنو التوتال كالوريك. فاول شيء والهدف هو انه احنا ناخذ لو كالوريك دايت. اللو كالوريك دايت مالتنا شلون تصير؟ لازم بالنسبه للومن اللي وزنها جوا ال 75 تحصل الدايت مالتها ما بين 1000 الى 1200 كيلو كالوري بيردين. واللي وزنهم فوق ال 75 اور مين لازم منها 1400 الى 1600 كيلو كالوري بيردين. هاي واضحه الفكره؟ وحسابات الكيلو كالوري وغيرها هي موجوده فيها كم صيدلي اذا انتم تريدون ترجعون. زين احنا البيشنت مالنا يجوز هو اصلا الديلي ريكوايرمنت مالته هسه هو اللايف ستايل مالته بياخذ 3000 او 4000 او 3500 كيلو كالوري في الدي. ما اقدر انزل لي وين؟ ال 1400 او 1600 هسه. هاي نقطة كلش مهمة نحطها. نشوف البيس لاين مال بيشنت ايش قد وعلى اساسه نحسب. فاحنا اذا البيس لاين مالته هو فوق ال 2500 لازم ننزل ايش قد؟ من 500 الى 1000 كيلو كالوري مو اكثر. تنزل 1000 ورا ما يستقر عليها البيشنت يلا داخل الوقت يسوي فاضل ريدكشن بالكالوري. واضحه الفكره ولا لا؟ هاي اذا نحكي على الكالوريز، بس احنا شنو مشكلتنا بالرجيم؟ الرجيم هو بالبدايه يبلش فيه
تعرف ايه عن الدنيا بحكيت اعرف انه بيبتدي وبيخلص في نفس اليوم صحيح؟ المشكله وين هنا؟ انه احنا الدايت اللايف ستايل موديفيكيشن بالنسبه للدايت بالشورت تيرم هو افكتيف بس باللونج تيرم مش فيه فيا تو مينتين الويت لوس. هاي نقطه كلش مهمه احنا لازم نعرفها انه الدايت بالبدايه هي راح تسوي لنا سكسسفول انيشيالي بس فيا وين؟ اور لونج تيرم من البيشنت ما يقدر يسوي لكم دايت يستمر عليه ثلاثة طويله. فاحنا من نبدا ويا البيشنت للدايت لازم الدايت تكون ليس اجريسيف ابروتش. يعني انت مو من البدايه يقطع الاكل كله، لازم يقطع شنو؟ كميات قليله بس تكون مستمره. هاي كلش مهمه انه احنا نناقشها ويا البيشنتس مالتنا. الشغله الثانيه انه اكو ناس من يبلشون بالدايت يبلشون الاجريسيف دايت، بعد هو يقطع الاكل كله، تلقى الصبح تفاحه، العشاء مثلا فالخضروات، الغداء خضروات ما اعرف ايش، والعشاء اصلا يغذي. الدراسات شو تقول؟ تقول فيري لو فيري لو كالوريك دايت اللي هي اقل من 800 كالوري بير دي، هاي ما راح تسوي لنا سيجنفكت ريدكشن مقارنه بايش؟ بالدايت العاديه اللي احنا نسويها. فالبيشنت اللي يريد يسوي دايت لازم ما يكون اجريسيف وما يقسى على نفسه هوايه بالبدايه، لازم ياخذ شنو؟ جرادجوال. غير الدايت شنو عندنا؟ الاكسرسايز. الاكسرسايز ان كومبينيشن ويز ذا دايت از فيري امبورتنت. اول شيء هي راح تزيد الويت ريدكشن خلال فتره طويله. والشغله الثانيه انه هو الاكسرسايز نفسه يحمينا من الكارديو فاسكولار ريسك فاكتورز، مو قلنا الاوبيسيتي هي ميجر ريسك فاكتور فور ذا كارديو فاسكولار ديزيز. فالاكسرسايز على فتره طويله ايش راح يسوي؟ يقلل هذا الريسك فور ديفلوب كارديو فاسكولار ديزيز. الهدف مالنا شلون؟ نفس الفكره بالذات، نبدي جراجوالي شويه شويه، 10 منت بير داي الى ان نوصل للتارجت اللي هو شقد؟ نص ساعه الى ثلاث ارباع الساعه بير داي على الاقل خمس ايام بالاسبوع. فالدايت والاكسرسايز هم اهم اثنين. الشغله الثالثه بالنان فارماكولوجيكال ثيرابي هو البيهيفيورال ثيرابي. شايفين الفيلم مال احمد حلمي مال اكسترا صح؟ هو كان يما طريق فوق ودا يحط شو اسمه الدايت وما اعرف ايش والرجمن اللي يمشي عليه بعدين نزل لقى نفسه من اللي كانوا قاعدين وياه رايحين الكبده هذا الكبار وراح شاف الكبده وما ادري ايش وراح وياهم قرر الدايت. اكو شيء كلش مهم يسمونه بيهافيورال ثيرابي. الشيء الاساسي اللي يدفع الاوبيس بيشنت حتى يستمر بالاكل ويقطع الدايت شنو؟ السكريس. طول ما البيشنت اندر ستريس والمود مالته مو تمام راح يقابض الثلاجه ويقعد هو كل شويه رايح جاي الثلاجه يعني ما عنده ليش. فاحنا بالنسبه لنا يقول لك دول البيشنت لازم ايش قد ما يقدرون يخفضون الستريس اللي عليهم بروبلم سولفنج يحلون المشاكل مالتهم اول باول يسوون هذا الجروب ثيرابي. سامعيني؟ الجروب ثيرابي يقعدون كلهم سوا كلهم يسولفون واحد يحل مشاكل الثاني يقلل الستريس وبالتالي انت ممكن تستمر. ستيمولس كنترول وغيره مثلا شنو دول النيجاتيف بيرس دول اصدقاء السوء مالك دول المعتدين الشهية اللي انت بتشوفك وياهم من السوء كل شيء دول لازم تبتعد عنهم. ترى شيء انا حقيقي يعني انت دول النيجاتيف بيرس لازم تبتعد عنهم. مو بس تبتعد عنهم بالذات، تبتعد عنهم حياتك كلها، يعني لا لا بالصدق يعني اكو كتاب اسمه 48 لو اوف باور، شو يعني؟ اسمه 48 لو اوف باور اسمه روبرت جرين. روبرت جرين شو يقول؟ يقول انه واحدة من اللوز اللي حاطها يقول لك افويد ذا انلكي اند ذا انهابي بيرسنز، دول الاشخاص اللي هم ما محظوظين وهم مو سعيدين بالحياة الفلانية شو تسوي؟ تجنبهم. لان دول بعد فتره راح يعطوك نيجاتيف انرجي وهاي النيجاتيف انرجي راح تدخل داخلك وتتمسك فيه وحاطط وقتها فرصه حلوه يعني وهم فانت مو بس مو بس بالدايت وغيره كل حياتك حاول تبتعد عن ستاتس بيرسنز. دول لقوا انه هم الميجر كوز فور فيرنج اوف ذا ليت فيت وترجع انه انت تقطع الدايت وترجع تاخذ وزن وجزء اصلا تاخذ وزن اكثر من اللي كان قبل ما تبلش بالدايت مالتك. فاحنا البيهيفيورال ثيرابي لازم انه انت تزيد الكونفدنس مال البيشنت
ستيميلس كنترول، تفاصيل الستريس، سوشيال كنترول، عائلتك، كلهم لازم شو يسوون؟ سبورت البيشنت اللي هو دليل في ناس الوزن. هل صراحة توب الفارماكولوجيكال ثيرابي؟ الفارماكولوجيكال ثيرابي ما نبلش فيها الا اذا احنا اول 6 شهور بدنا ناخذ شنو؟ 10% الجامعه، رغم انه البيشنت شو مسوي؟ كل الشغلات اللي احنا قلنا عليها دايت، التزم بالدايت، اكسرسايز، التزم بالاكسرسايز، البيهيورال تشينج كلها سوا، ما تفيد، لكن وقت البيش راح نبلش بالفارماكولوجيكال ثيرابي، او اذا كان البادي ماس اندكس مالته فوق ال 30 او فوق ال 25 وعندك كوموربيد ديزيز، كلها شغلات راح تخلينا انه احنا نبلش بالفارماكولوجيكال ثيرابي. طبعا قبل ما نبلش لازم نحط في بالنا اذا خلال شهر البيشنت ما نزل كيلو وين، نتوقع انه هاي التريتمنت ايش راح يصير فيها واللونج تيرم ما راح تفيده، ممكن نناقش انه نقطع هذا الدواء نبلش بدواء ثاني او غيره. احنا بالنسبه لنا قلنا لازم البيشنت اللي يجي بالصيدليه هو حاط بباله انه هاي الادويه شبيهه سحريه راح يستخدمها خلال فتره ينزل نزله سريعه بالوزن. هاي وحده من الصفحات اللي تبيع الكبسول فور ويت ريدكشن، وهاي وحده من التعليقات كبسوله الصبح ما راح تخليك تاكل اثارها، تنزل 7 الى 9 كيلو شهريا في الشهر الاول، وبالشهر الثاني توقع في 6 8 كيلو حتى اذا صاحبها جهد رياضي. يعني احنا هذا الدايت والاكسرسايز ما له علاقه حقيقه مجربه. فاحنا البيشنت هذا ايش قال؟ قال انه انت خلال شهرين تنزل من 13 ل 17 كيلو. الاستديو شو تقول؟ تقول انه انت تفقد من 5% الى 10% خلال سنه. خلال سنه اذا فقدت من 5% الى 10% ذاك الوقت شو تقول؟ هذا التريتمنت نجح، صار عندنا سكسسفول ترايل وسكسسفول كلينيكال ترايل. فبنجي هنا نباوع هذا خلال شهرين 13 كيلو او 17 كيلو، هاي التوقعات مال بيشنتس لازم نطلع من عندها. يا اما هاي الايجنسي ايدت مخبوطه وياها فالدراجز ممكن تاثر عندها كونسيكونس فيري باد كونسيكونس على الهيلث. مثل تاثر مع الفارس مال هارت سوى سكروك سوى ام اي وغيرها، او انه احنا هاي الشغله اذا البيشنت ما نزل 10 كيلو خلال شهرين راح يقطع الدايت ويقطع التريتمنت ويرجع بساعتها من جديد. منو الدراجز اللي احنا بالنسبه لنا نستخدمها في الصيدليه؟ الزن الثاني اللي هو الاورال ستات. الاورال ستات هو اصلا اول 120 ملي جرام كان قبل موجود، وبعدين نزل اول 60 ملي جرام لثلاث جلوكسوس ميديك لاين، وبعدين روح ترجع تفقد ال 60 ملي جرام. احنا بالنسبه لنا ك او تي سي ميديكيشن نعطيه بالصيدلي اللي هو من هو ال 60 ال 120 ايش بيه؟ بالسكربشن اونلي بالنسبه. شلون يشتغل الزيليكان؟ منو ماخذ الزيليكان؟ منو مجرب على بيشن؟ نعم. وانه خلي يمنع الابسوربشن مال الفات في الجسم. هسه حسنين شو يقول؟ هو مو منحف ويقلل الامتصاص، ولا قلل الامتصاص؟ يعني انا وين بعدين؟ هو مجرد انه الفات اللي انا حطيته حيطلع ويا ويا حيصير السنتوريه هو. بعد يمنع دائما على الزيليكان. احنا بالنسبه لنا تذكرون محاضرات اللوكيميا من قلنا احنا اي شيء عندنا من الجسم يا اما قل بالانتاج او يصير في ديستراكشن بعدين، فاحنا نفس الحاله بالاوبزيتي نريد نخلص من الانرجي، يا اما نقلل الانتاج مالتها او شنو ما تخليها شو يصير فيها ابزوربشن. هو الزيليكان هو فور ويت ريدكشن، هو ابروف فور ويت ريدكشن وموجود عندك، حتى هو اكثر من البيلترامين ينزل لنا البادي ويت. ابروف فور بادي ريدكشن، شلون يشتغل الزيليكان؟ الزيليكان انهبيتر فور ذا لايبيز انزايم، هذا الانزيم لازم يكون موجود حتى شو يصير ابزوربشن اوف ذا فاتس. لما الفاتس ما راح يصير فيها ابزوربشن، وبالتالي انت مره على مره الانرجي اللي تدخل الجسم بتكون الفاتس اللي تدخل الجسم بتتحول الى انرجي. فاحنا الاورال ستات شو يسوي؟ انهبيت اللايبيز انزايم، وبالتالي انهبيت الابزوربشن اوف ذا فاتس. ما شاء الله، زين الفاز اللي ما صار فيها ابزوربشن وين تروح؟ وين تفيز الزين، فاحنا السايد افكتس اللي ميجر راح نشوفه شنو هو؟ سيتوريا او احنا عندنا راح نلقى اويل ستوديو سيمولين.
فهاي المشكله كلش كبيره، مو بس هاي ممكن تصير عندنا فلاجيلنس، يعني هاي الابدومينال بين والفلاجيلنس دائما تلقاها ويانا ويا الاورن ستاف. زين الدوز مالته شلون؟ كبسوله تنخذ ويا الاكل او خلال ساعه من الاكل، يعني راسا قبل الاكل او خلال ساعه من الاكل اذا انت ما ماكلها بمين. زين انا ما تغديت اخذها لو ما اخذها؟ ما اخذها. انا تغديت بس تغديت غدا ما بي فاد مو فادي مين؟ محمد. فاحنا اذا اوميتد وان اوف ذا وحده من الوجه مال صار بها ما مشيت الدوز جديده ما تاخذ. هم لازم تكون عندنا توقعات معقوله باستخدام الزينكال او الاورستان. التوقعات مالتك شو تقول؟ مو كل البيشن حيستفادون، يعني الاستديز تقول 57% من البيشن ما استفادوا، يعني اكثر من النص شنو؟ شوي. ايش قد استفادوا؟ اقل شيء نزلوا 5% من وزنهم، يعني ابو 100 ايش قد نزل؟ 5 كيلو. فهاي الارقام والتوقعات العاليه كلش لازم احنا نحطها بمانه. واهم شيء هو ما يستخدم البحث اللي يستخدم الكومبينيشن والوارد والنان فارماكولوجي، يعني داي والاكسرسايز وغيرها مع ناس تكون البيشن مستمر عليها. شنو الفرق بين ال 120 وال 60؟ ال 60 قلنا هي روتيسي صح؟ وال 120 هي البي او ام. ال 60 نعطيها للي هم من 25 الى 29، يعني هذول شو الصفه لهم؟ اوفر ويت مو اوبيس بيشنز. والاوبيس بيشنز اللي هم فوق ال 30 نبلش وياهم الاورلستات اللي هو 120%. لما نبدا الابزوربشن اوف فات تقلل، شنو اللي راح يصير وياها؟ الفايتامينز من الليبت سولبل. منو الليبت سولبل اللي هم منو؟ اي منو اهم واحد في الدول الاربعه؟ الفيتامين كي هو مرتبط ويا من؟ ويا الكوالكيليشنز. فعلى هالاساس البيشنز اللي هم ياخذون ماركرين والى علاقه بفيتامين كي ياخذون اول ستارت لازم ايش فيهم؟ شو في مونيتور؟ وتقريبا يعطون فيتامينز ويا الاول ستارت ورا ساعتين او ورا كم ساعه حتى انت شو تعوض الفيتامينز اللي قد تشربها. هذا الاورال ستارت قلنا هو ما يخلي الابزوربشن اوف الفاتس. اكو دراجز يصير لها ابيتايت سبريسنت، هاي تمنع الشهيه. من الاف دي اي ابروف سوبرزت من هو؟ الفينترامين. الفينترامين الشغله الاساسيه وين؟ احنا قلنا الابتات منو يحفزها بالجسم؟ نيورو ترانسميتر في السيرفرانيال سيستم، بالغالب نورابينفرين، دوبامين، سيروتونين، حتى الهستامين هم عنده رول بالابتات. لهذا نلقى اللي هو هستامين ريسبتر بلوكر ويستخدموها في ابتايزر مثل ايش؟ سابوها التالي اللي هو البريابتين، يعني يشتغل على الهستامين والهستامين هم عنده رول، بس الاساسيات هي النورابينفرين والسيروتونين والدوبامين. فالفينترامين وغيره وين يلعب؟ يلعب هنا هاي النيورون ماسكترز اللي موجوده في السيرفرانيال سيستم. فبالغالب مش نلقى المشاكل اللي نواجهها، نلقى مشاكل الدبرشن والانكزايتي والانسومنيا هي من المين سايد افكتس اللي الايجنتس اللي من هذا النوع. فنلقى طوائف من هاي الدراجز بعد فتره شو يصير فيها؟ وتدرى والله من الماركت تصير بيوتامين رغم انه موجود بالكتب. زين اف دي اي سوت له وتدرى يعني قاعد السوسايد تزيد، لقوا انه الهارت بار بدها تتاثر، الريسك اوف النان فيتال كارديو فاسكولار ايفنت تزيد، كل هاي الشغلات لقوها. فاحنا الفينترامين هسه هو اف دي اي ابروفد فور ويت ريدكشن كابيتات سوبرسنت. هسه حصل دراج بال 2012 على هم اف دي اي ابروفد خطه والفينترامين ويا واحد من الانتي بيليبتيك دراج اسمه الدوبيراميت. وطوها اثنينها لقوا انه هم عندهم روح از فور ويت ريدكشن وقاموا يستخدموها هذا الواحد من الاف دي اي ابروفد. هذا هم شنو هم؟ ابيدايت سوبرسنت دراج. بس دول الاثنين الابيدايت سوبرسنت لازم نستخدمها فور شورت تيرم نوت يوز فور لونج تيرم، يعني الايفنت كارديو فاسكولار ايفنت وغيرها شو تكون عالي. منو اللي يستمر عليه البيشنت فور لونج تيرم؟ سينيكال او الاورلي ستات هو الوحيد اللي يفرض انه يوز
هسه الشغلات اللي دا نسمع عليها هواية شنو هي؟ السيرجن، بارياتريك سيرجن، اللي هي شنو؟ قص المعدة. بالغالب السحور أقاص أو ضي عندنا ثلاث أنواع من البارياتريك سيرجن. يا أما يقصون الجزء الأكبر من المعدة ويبقون شنو؟ جزء صغير، فأنت بالكميات الصغيرة منك ايش راح تعيش؟ شنو؟ أو لا ينقص جزء ويربط الجزء الكبير، يعبر الدودينا ما يربط وياه، والجوجينا يربط وين؟ باللاست بارت اوف ذا انتستين. هذا هم يسمونه جاستريك بايباس سيرجري، يعني الاكل راسا يعبر الاستومك ويربط وين؟ يربط بالانتستين. او يحطون مثل هذا يسمونه باند مربوط بجهاز، وهذا الباند يضغط على المعده لما انت الاكل مالك انت تتحكم فيه، الاكل مالك زاد ايش يسوي له؟ regurgitation or vomiting for the foods that you eat. واضحة الفكرة؟ هاي بالغالب هي هاي العمليات الثلاثة اللي موجودة، هي كل شيء انواع هواية بس هاي الأساسيات. شنو اللي يصير احنا عندنا بالسيرجري؟ هي صحيح افكتف وتنزل كمية كل شيء كبيرة في الوزن خلال فترة قصيرة، بس مشكلتها شنو؟ عندنا greater risk of complications حالة حال أي سيرجري. بهذا نحن ما نسوي من الكل بس المواد في الأوبيزيتي اللي هم 40 فلي ما تنتكسي فوق أو 35 فوق بس عندهم هذا كوموارد في الدفاع. أخو سؤال على كل شيء؟